البرد القارس وانقطاع موارد التدفئة دفعت سكان حي القابون الدمشقي المحاصر إلى البحث عن مصدر بديل للتدفئة في ظل انعدام مقومات الحياة. الأشجار التي يعود عمرها لعشرات السنين كانت المنقذة للأهالي، إذ يعمد سكان الحي إلى استخدام الحطب كوقود للتدفئة في مواجهة البرد والعواصف التي تضرب المنطقة في موسم شتاء بارد. نحن هون بحي الأبون، الكهرباء تقريبا إلى مقطوعة 3 أشهر، وقود ما في، يعني البنزين غالي والمازوت غالي والناس، وحطب أصلا ما في، يعني أنه ما عندنا أشجار زراعية هون، والناس ما عم تحسن تأمن حالها، والنظام كل فترة بيسكر الطريق، هذا الشيء بيسبب لارتفاع الأسعار. يعمل أهالي القابون في تقطيع الحطب وبيعه على الرغم من رداءته، إذ بات مصدرا لكسب المال، فالمحاصرون هنا استبدلوا ثمر الأشجار بمال علّه يساعدهم على التعايش مع الحصار. يدرك الحطابون مساوئ ما يفعلون، إلا أنهم بين خيارين أحلاهما مر، فارتفاع الأسعار اللامعقول من جهة، والهدنة الهشة المبرمة مع النظام من جهة أخرى، جعلتهم يعمدون لذلك كما يقولون. عمل قص الحطب للأراضي ومبلو، وفي صعوبة بتشغيله وغالي، وعم نبيع الكيلو 110، وما بيسوى، هو أقل من هيك لازم يكون، وبيسوى أقل من هيك. بعد أن كانت تمسك أقلاما تخط لهم المستقبل، أنامل أطفال القابون اليوم تمسك بما يقيهم برد الشتاء وجوع الحصار المفروض من قبل من ادعوا أنهم حماة الأحلام.